أعزائي المشاهدين، أهلا فيكم في هذه الحلقة من برنامجكم الدهريز. واليوم إن شاء الله حلقتنا مميزة مع والدتنا الكريمة بيبي عباس فرمن أم حسين البيرمي من سكان جبلة، وراح إن شاء الله تحدثنا عن يعني طفولتها وعيشتها بذيك الفرجان وذيك البيوت، من عادات من تقاليد من يعني أهل الكويت ما شاء الله مترابطين مع بعضهم، كل هالأمور إن شاء الله راح تحدثنا. حياك الله يا أم حسين. الله يحييك. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم إن شاء الله في اللقاء الحلو معاكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يعافيك. الله يبارك إن شاء الله في حكومتنا ودولتنا العزيزة، ويعطيكم ألف عافية. الله يسلمك. وشبابنا إن شاء الله كل الكويتيين يا رب. الله يسلمك. على الكويت الطيبة إن شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك ويطول بعمرك. الله يشفي كل مرضانا يا رب. آمين إن شاء الله. آمين. الله يسلمك. الله يسلمك. أم حسين، حنا نبي نتكلم، أنت تذكرين ما شاء الله يعني فريجكم، وين يعني يصير بجبلة فريجكم؟ فريجنا الجبلة على البحر اليسرى. على البحر. إيه قبل البحر. إيه. البراحة قبل البحر. إيه. والبحر قريب عليكم. قريب. إيه. أنتوا قريبين على براحة البدر اللي يسمونها براحة عباس. براحة عباس وبراحة. إيه. بدر. إيه. إيه. أنتوا قراب كلهم. قراب. إيه نعم. إيه. نبي حنا تكلمينا عن يعني ما شاء الله الحركة بالفريج، شوفون هالناس هذه رايحة يا صبيان يلعبون بنات، يعني في حركة في تزاور بينكم يعني وبين إيه يعني نزاور بعض يعني. إيه. مو شيء طبيعي يعني. إيه. يعني شيء حلو يعني. حلو. إيه نعم. إيه. يعني نروح على بعض وني والبنات يلعبون مع بعض. إيه. ويعني كل من نيته صافية يعني الجيرة جيرة صح. جيرة صح يعني. إيه نعم. الأكل ويا بعض والقعدة مع بعض، ما نقعد ويا بعض طول نهارنا لأنه ماكو أشغال مثل الحين. صح. يعني أمه تقول الحوش ما أدري سيراميك ما شو الحوش إيش أي يكون يعني يا تراب يا أجر هذا. أي طيب. خلاص البيت يعني شيء طبيعي يعني، والجيران أحسن منهم ماكو. الله. بيت حمد الحميضي، يوسف الحميضي، بيت عباس علي. ايه. بيت الخطيب. ايه ما شاء الله يخليهم يعني كلهم هذيل بيت البدر. ايه. بيت الثنيان. هذا اللي رحتوا البحر تمرون عليهم كلهم؟ لا بيت أحمد العبد الله وبيت خالد الزيد، هذيل أول بيوت على البحر. ايه. على أول بيوت يعني. يمكن بعد بيت الفلاح عندكم؟ بيت الفلاح والله ما شاء الله بيوت وايد متلاصقة. وايد بيوت يعني. وماكو تلعبون تروحون حق البيوت اجباركم ايامكم من اللي يمنا وهذا يعني. ايه. وايد كان يعني وايد مترابطين مع بعض. الله اكبر. مو شويه يعني حد ما اقول. اسره واحده. اسره واحده. الله. ما نقول جيران نقول اهل. اهل اهل انت ايه. الحين تذكرينهم مثل صاحب البيت راعي البيت نقول له عمي نقول له يبا نقول له خالي. ايه. ما نقول اسمه. اي غدرون كبير. ايه. غدرون. والام نقول لها خالتي يما عمتي. ايه. يعني نفس طريقه بيت البيت شلون بيت تنعشر الوالده. ايه. والاهل وفي احترام. الجيران نفس الشيء. وفي احترام للمرأة. ايه. عودة قاعد تمشي. لا احترام احترام على راسنا. ايه. والريال عود يوخرون عنا بالطريق. كله 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 يعني الحال واحد. ماكو يعني تفرقة نقول هذا غير وهذا غير، لا أهل يعني. نعم. ما عمرنا ما فرقنا. وبالنسبة حق الزيارات التسيورة هذه سواء الصبح الضحى ولا العصر؟ لا ماكو طق جسمه ماكو مواعيد؟ لا لا ولا تليفونات ولا مواعيد. ايه؟ من وين يتجمعون؟ عند مرة واحدة كل يوم عند واحدة نتجمع عن أقرب بيوت. ايه؟ مثل البيوت اللي كلش قريبين علينا. ايه؟ بس اذا بعاد يعني مثل وحده تروح تقول لها مثل باكر نبني لكم. ايه تجمعون جيران يعني اللي يقدر يروح. ايه؟ اللي تقدر تروح. كل وحده تجيب المقسوم. اي ها هذا تجيب مخلط هذا تجيب مسويه القيمات اللي حامسه للسبال. ايه؟ امي تحمس السبال بطشت من رمل البحر. من رمل البحر ماكو فرن. اي صح تحط الرمل بالطشت هذا احسن حماس. إيه. حق السباق وتحمي يعني التمر ما يحترق. اي ما يحترق لا. إيه. تقلبه مع الملاس تحطه بالطابي هذا تحطه. إيه. ايه تحطه لمن مشخال لمن الرمل ينزل منه. ايه شلون ناكله صف الرمل عشان ما يطلع ريحه. إيه. نباتات ولا شيء تفركه لبره تفركه ويا ايده. ايه وتحط لنا معون ونودي حق اليران منه. بعد خياش نشتري. إيه. مو تقول يعني اول ما يسوون شيء بالبيت لو ودوا الايران اول بالبقيه.
ماكو كيلو من وقية نشتري. ايه كل شيء بالوقية. كله بالوقية. ايه ماكو كيلو قبل، كيلو ما نعرف اصلا. ناخذ بالوقية، امي شو تسوي ولا خال يدي يشترون رخيص يجيبون. رخيص. بالخياش. يلا حمس. حقهم حق جيرانهم. يلا حمس ووزعوا. ايه. ايه. وعندهم الحب، ما حب هذا حب قرع. حب قرع بس. بس حب رقي. ايه. احنا اللي ناخذ يشترون اهالينا رقي يجمعون الحب. يغسلونه يحمسونه. وحب القرع؟ حب القرع يجيبونه من العراق، يجيبونه من الاردن، يعني قليل من الاردن من الشام. ايه. وهم في بعد النقل، ما نقل هذا نقل يجيبونه من ايران. ايه. ماكو بالشام نقل. لا ماكو، يجيبونه من ايران. ها يجيبونه من ايران. ايه. واليوز يجيبونه من ايران. صح. والبيذان. بيذان ويجيبونه من الاردن. ايه. من لبنان، من سوريا، ويمكن هنا شيء بعد من الهند. اي بعد الله اعلم. اي بكل كل مكان. والبرميت هذا لازم مع المخلط وهذا. برميت اي هذا برميت الابيض. إيه؟ والملبس الابيض. والنخي هذا ملبس. النخي اي. والنخي بعد العادي هذا. كله هذا بالكل. النخي يحمسونه بعد؟ لا النخي فيه محموس وبدون محموس. لا يحمسونه شوي. إيه؟ مو بتراب. إيه؟ يحمسونه بجدر. وشنو اللي يجيكم تشوفونه بالفريج اللي يبيعون الناس اللي تبيع؟ راح السمبوسه بعدين طلع ها؟ لا سمبوسه الايمان صاروا لهنود بالكويت. اي لهنود صاروا لهنود. واحنا ما نعرف يدور يقول سمبوسه قرم قرم ها؟ اي ما نعرف. يعني حار. ما نعرف يعني. صح. قبل سمبوسه. وقبل سمبوسه رعيت باجله؟ باجله يبيعون نخي، باجله. ايه؟ نخي ولوبه. اي واحده تبيع جدر حاطه. ايه؟ لوبه، واحده تبيع نخي، واحده تبيع باجله. والزبابيط بعد؟ زبوط. ايه؟ ودوامه. ولا يبيعون بعد اللي هو السمسميه؟ السمسميه الحريم يسوونه. ايه؟ يسوونها الحريم بالبيوت. ايه السمسم. السمسم. ايه؟ مع الدبس يسوونه. يعني اللي نعرفه هذا كله ممكن الكويتيات اللي ذكرتيها. ليه كله كويتيات. ايه؟ يعني اللي نعرفه ان المراه الكويتيه عزيزه نفس، حتى لو محتاجه ما تمد ايدها. لا تشتغل. عمرها ما مدت ايدها. تسوي بالبيت، تبيع لبن، تبيع حليب. كان عندها غنم. إيه عنده. لا يحطون منخل دواء. ايه؟ ايه؟ وغواري صغار شاي ما يبيعون. ايه؟ هذه واحده ام جاسم. ايه؟ بعضهم يبيعون بعضهم لا. لا تسوي شاي. ايه؟ ما شاء الله عندها يعني خير عندهم. ايه؟ ايه؟ حق الحريم يسوون شاي، تسوي فيه دواء منقل. ايه؟ وتحط الفحم بالجبل هذا بالبراحة. ايه؟ وتفرش الحصران وترش تجمع الحريم. تجمع الحريم. ايه احلى لهم. ايه وزوجها بقالة عنده. ايه ابو جاسم خليفة، ابو جاسم خليفة. ايه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. هذا ابو جاسم كان عنده بقالة. ايه عنده بقالة ومأجرها من بيت الحميضي. ايه الخباز مأجر من بيت الحميضي يعني ما ادري عاد ياخذون اجار ما ياخذون ما ادري. ايه؟ تنفع الناس ما يروحون بعيد. اي ما ماكو بعض حريم يخبزون ببيوتهم ويبيعون. لا يخبزون يسوون درابيل. درابيل بعد. اي درابيل وخبز. ايه؟ خبز خفيف هذا كله يسوونه ما شاء الله. اي حق الام يوزعون. ايه؟ ويبيعون يعني عادي هذا. وشنو بعد اللي تشوفونه انه قاعدين يبيعون برا؟ كبه عربانه بعد في كبه يبيعونها بالعربانه؟ كبه ما يبيعون بالعربانه. ايه؟ كبه يبيعونه في معين يحطونه. يحطون جدر مبسطه وتبيع. اي يبيعون. اي اول اول اللي مرينا عليهم الحريم ما شاء الله الباجله لا. ايه؟ ريحه ريحه شنان. ريحه الشمه والباجله. ينقعونه بشنان. ينقعونه بشنان. ينقعونه بالليل. ايه طول الليل ليس الضحى. ايه؟ يكتون مايه ويشغلونه عن الشنان لان الشنان مثل اعشاب. اي نعم. هو اعشاب من البر. ايه يجيبونه من العراق. ايش تخلينه؟ من ايران من. ايه؟ العراق يجيبونه. هذا ينقعونه. ايه؟ ويا الباجله بعدين يغسلون الباجله يحطونه مشخال راح يصبون عليه ماي. ايه؟ عشان الشنال كله ينزل. ايه؟ بعدين يطبخونه لانه يبين مثل العودان فيه. ايه؟ هو الشنال اعشاب. هو اعشاب صح. ايه؟ يطبخونه. ايه؟ يطلع الحين. لا الحين وين يحطون يعني بالفريج حركه من الصبح يشوفون الرجال رايحين السوق يشترون سمك يشترون يدامهم. يدامهم. ايه؟ واللي يبيع حبال. الله. واللي يبيع يعني كمبار هذا الكمبار. ايه يبيعون. ايه شوفين بالعماير هذه ها تذكرين العماير اللي عليش. عماير. ايه يبيعون طاري. الله. يبيعون صل حق البنيان حق السفن. صل صل حق السفن. حق السفن. ايه الصل حق السفن. صح. والطاري حق التندل. حق التندل. والباسيل. والباسيل يعني لا تاكلهم الارضه. ايه لا تاكلهم الارضه. ايه؟
هذا بنيان اول. واللي يروح شايل الشمته جايب له خضره من الصبح. ماكو كياس قبل ماكو كياس. كياس ماكو ما يعرفون الكياس. غير هالشمته ها؟ اي شمته يخيطون الحريم عندهم ماكينه يخيطون الشمته يحطون لها علاقتين عشان يحطون في غرافهم. ماكو. والسمك راعي السمك جزار شكلك السمك في سعف. في حبل كمبار ولا سعف؟ ولا بسعف. يشكه ثلاث اربع يشكه شوف شبكه سهلة حق الشيله وما تدمره ما تدمره يشيله ويمشي. يخش فكره هذا ماكو كياس قبل. من نغنوخه يشكه ها؟ إيه ماكو كياس ماكو كياس لا وعلى البحر يبيعون السمك بعد بعد على البحر يبيعون يجيبون يوزعونه ببلاش على اليران سبيل اخر شيء سبيل قال يلا سبله ماكو بيع ماكو ثلاجات يبي تخلص وين ثلاجه اكو ما نعرف الثلاجه الله اكبر ماكو ثلاجه إيه. وبعد اهل الماي اللي يبيعون الماي الكندري ايه يشوفونهم الصبح اكو اكو كنادره واكو حماره واكو حماره إيه؟ واكو ابو جربه ايه ابو جربه يترسل جربه ما يربطها ايه يحطها على كتفه ايه يمشي فيها ايه هذا يبيع ما عنده دابه شغله إيه؟ والكندري تدري بعد قطيه القطيه هذا مع العصات هذه تكرم السامع الحماره ايه ثالث قرب قرب جربتين هذا واحده فوق فوق ثانيه ماشيين عايشين وانا ايش اسوي؟ إيه؟ انا حاطيني وحيده عند امي إيه؟ ما عندي اخوي كان صغير لمني الكندري احنا عند عميلنا كندري ابو إيه؟ محمد يقولون له إيه؟ لمني يطق الباب يبي يصب الماي في الدرام إيه؟ معلقين مسمار مسمار وين؟ مسمار بالطوفه طاقينه معلقينه بحبل إيه؟ بخيط ايه عشان شخطين ايه ومصبغين الطوفه مع جص. ايه. الطوفه نصها صابغ حاطين جص جص. ايه نعم جص. علشان بيضه. ايه. الطوفه صخر ولا صح. طوفه. صح لازم جص لبنه. بعدين هم يبرد شوي عليهم. ايه هم الطوفه تصير لبنه. ايه وتصير ناعمه. اللبنه. اللبنه نعم من طين. من طين. من الطين. فهذا شويه بقعه يحطون عليه الجص. ايه. علشان من يجي الحمر. ايه. تك اقول كندري يصب الماي. ايه. اشخط. إذا ياب دربين وعطيناه فلوسه أضرب تضرب عليه هذا محاسب هذا حسبته خلاص إيه؟ وإذا راح يوم ثانية أم أشخط إيه؟ إيه تعلمت عليه أنا إيه؟ لا أمي ولا يدتي ولا يدي ولا حد إيه؟ كل هذا شغلي أنا إيه ما شاء الله إيه؟ وشنو بعد اللي يمرون برا غير الحمارة والكنادرة تمر عربانة محصان عليها محصان اي محصان بس مو حنطور إيه؟ ما في حنطور عربانه إيه؟ تشيل اغراض هذا عربانه ابو صندوق إيه؟ صغيره إيه؟ يحطون اللي عندك اغراض شيء يشيل لك وتعطي المخزون بعدين يا المهاره اللي يدزون العربانه المهاره يدزون قاموا عرباين ويبيعون ملابس يقطون البكشة ورا شكلهم يدور عندكم هاره على الخام اي خام ويعرف عمله كله يمنيين عمانيين ولا شفنا منهم اي مشكله ولا اي مشكله اي شفته ولا سووا شيء بالكويت اي والله طول عمر للحين ترى موجودين في اقدامه موجودين موجودين ويقولون اقامتهم بعد على الدوله ما لا 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 وايد مفتوح يعني اقامتهم اياويد وايد ناس اياويد طيبين وايد عينهم مو زايغه ما عليهم من احد اي والله راعي البياعه غير وراعي الخام لا البياعه غير وهذا غير ايه. البر وين تروح السوق يصوت ها يصوت يصوت اقول يصوت يعني إيه؟ شلون ندري ولا يصوت خام إيه؟ خام. يصوت اي وشهريا يحاسب شهري اي يحاسب الشهري تاخذ منه شهريا تعطي له زين تذكرين فريجكم اكو سكيك سد سكه إيه؟ تطلع على شا... احنا سكتنا سد كان سد بيتنا اي من وياكم البيوت بالسد؟ ويانا بيت ابو الملح بيت عائله ابو الملح إيه؟ ويانا من بيت قول معاي عاد اخر واحد اللي بالويه اي بس باب يطل عليه اي ويانا بوحده اسمها محمد نجديه في نفس السكه بيتها بيوتهم ويانا بيت ابو بدر ابو بدر فوادره هذا اللي معنا وبيت يعقوب اليتامه يعقوب اليتامه ناخذه سفر يعقوب اليتامه لي قبل ثلاث سنوات مدي أربعة يعقوب توفى ولده الله يرحمه الله يرحمه إيه. ويانا يعني ما ذيل البيوت مو أكثر إيه. تذكرين باب بيتكم إيه شلون صاير باب بيت
بالصفاقتين. ايه مسامير ولا بدون مسامير؟ لا مسامير الكبار. ايه وفي صغير بخوخه يسمونه بخوخه. باب بخوخه. بخوخه هذه تدشون فيها انتم. اي وهذا مسكر العود. والعود مسكر لحق اغراض. لا اغراض لما نحد وايد ناس يجونا نفتحها. ايه. تشوفين راعي السعف مار شايل سعف. سعف هي من الفرضة. إيه؟ يبون من العراق. يشيله على ظهره. لا يشيل على ظهره. إيه ما ي... بيت ثنيان. كارة كارة سعف يسمونه. إيه؟ كارة صح. كارة. إيه؟ وبيت ثنيان. إيه؟ ثنيان الغانم. إيه؟ كانوا حيل معنا. إيه ما شاء الله. هم كان متعاملين ويا واحد حمالي. يجيب لهم. يجيب لهم جد. ويجيب لهم من العراق يبون. إيه؟ يبون الجت ويبون شولان. اي حق غنمهم بقرهم. إيه؟ يشترون منه هو عميلهم. إيه؟ لمن يجي البلم يطابق يعني يم بالنقعه. بالنقعه. إيه؟ يطابق البلم بلم على الشمال على الشارع. اي نعم اي نعم. اللي يطابق يروحون يشترون العملاء يعني منهم. إيه؟ الكويتيين وكل. والرعاية يكونون حاط على راسه منوار. حق ابو بيت عنده صخره صخرتين. اي اللي شايل المدوار والمره. إيه؟ اللي تشيل المدوار بعد. الله. وبعدين الجد تشولان. إيه؟ ما يصير مدوار. إيه؟ تشولان. تشولان ربطه. لا يلمونه. ولا خيشه. الخيشه. إيه؟ هذا يبرز على الدابة. إيه؟ الخياش مو صغار يسمونه. إيه؟ الشليف. الشليف عدل كلامك ما شاء الله. اي الخيشه. إيه؟ العوده ما الحين يقولوا خيشه عوده. إيه؟ لا العوده. إيه؟ الشليف حق العدس. هذا يسمونه الشليف حق الشولان. يحطون الشولان فيه. إيه؟ مثل هذا اللي متعامل ويا بيت ثنيان. إيه؟ يجيب لهم اذا. آه. عندهم مال امس زايد. إيه؟ هذا يرد يحطه في الخيشه يجيب. إيه؟ لنا. يمر عليكم بالفريج. يعطينا. إيه؟ يعطينا يدتي يفرشونه بالحوش. ينشفونه. لا ما ينشفونه. المغارب يرش يحطون منقور. إيه؟ ويحطون على المنقور. إيه؟ ويرشونه شوية ماء ويحطون. إيه؟ عليه الحاب. إيه؟ وننام عليه. الله براد. إيه علشان البراد. إيش فكرة هذه؟ إيه علشان البراد. علشان البراد. إيه؟ هذا على شو اسمه الشولان. على الشولان. إيه؟ إيه؟ يطلع بالشط هذا. لا الجت ما في روح وايد. إيه لا الجت لا. الشولان مثل أقصان أقصان. إيه إيه إيه؟ كانوا يبونه والله ليتالي بعدين قبل الغزو كانوا يبونه. إيه؟ يبون الشولان. إيه؟ زين هذا حق الغنم حق البقر يبرد عليهم. يبرد عليهم هذا أكلهم. هذا أكلهم. زين شوفون البعير محمل بنة عرفة عليه العرفة. إيه يبونه من صوب الجهرة من هناك. إيه؟ يمر عليكم. من صوب. هي من صوب. إيه؟ الكاظمة. من صوب الكاظمة. الكاظمة يبونه. إيه؟ والعراقيين. إيه؟ عراقيين كان في الصفات. إيه؟ يبون لبن. إيه هذا المخكرة احنا نسميه. مخكرة مخكرة. إيه من العراق هم. يبون البيض يحطونه باللبن. إيه؟ عشان ما يتكسر. يبون تشرثي. صح. يبون اللبن. يبون دهن عداني. أيه. والروب ويقط يسوون. يقط. يسوونه ويحطون كل واحد تحط عريش يعني. عمارية. عمارية. أي عمارية صغيرة. أيه. حريم ريايل. أيه. تكرم السامع عيون على حمير. أيه. بعد أنا يدي وديني يقول تعال طمش شيء. أيه. أروح ويا يدي أطمش عليهم أشوفهم يعني. أيه. أيه. تذكرينها بالربيع يصير ما شاء الله. وتعال غير الصوف يبونه حق الحريم. الصفات اللي قبال جيش الشمال. أي نعم. إني البراح العودة. أيه. كان أول هذا كله يبون بخكرة يقعدون هنا. صح. ويا عيالهم ويا ريايلهم كلهم يعني حريمهم. أيه. يقعدون تشوف ليه من يخلصون أغراضهم اللي جايبينها. إيه ما شاء الله سوق يعني منتعش الناس. لا سوقهم ماشي. إيه. يبون كل قواط تنكة يبون دين عداني أكثر. إيه. شيء في تنكات يبونها. والشاوي كلمنا عن الشاوي. من شاويكم أنتم بجبلة؟ شاوينا راعي مزيد اسمه. مزيد صح. مزيد. إيه. مزيد كنا عنده أخو بعد. مزيد. إيه. ولد اسمه شداد. إيه. شلون اول ما الصبح قبل ما تحلبونهم تطلعونهم؟ احنا ما عندنا غنم جيراننا كل عندهم. ايه يحلبونهم. شوفينهم انت يطلعون. اي افتح الباب تطالعهم تسانس عليهم. ايه. يحط كله في سكتنا سد. ايه يتجمعون هني. ايه. وراعي الشاوي راعي الشاوي يروح ما يجي الا قريب المغرب. يروحون. اي يودون الغنم ما يجيب قبل الاذان. يجيب له يروحون الشاميه هالصوب من قبل الاذان. اي إيه؟ لا من ورا دروازة. إيه من ورا شامية من ورا دروازة. إيه؟ يرعون الغنم بعدين غبارة. ها وبردته غبارة كل من تبي بيتها الصخرة.
شفتيهم انت شلون يقفون عند الباب؟ ياخذون يبطلون الباب ما شاء الله شلون يدلون بيوتهم. يدلون بيوتهم تفرق تروح. اي راعية البيت تخلي الباب مفتوح. اي ويدش. يطرفون الباب. اي. يعني ويدش من الخوخه تطمر ها؟ يدش من الباب الصغير. لا ما يبطلون باب الخوخه يبطلون باب الباب طبجه واحده. اي. يبطلونه علشان تدش. وما شاء الله معتمدين على اللي ما عنده جيرانه يبون له حليب ولا لبن ولا لا ما شاء الله لا ما يبيعون ما يبيعون لا 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 كله يعطوني يعطون قصد يعني يوزعون عليهم يوزعون حال الجيران واذا بتوا والده خلاص بعد يبون لهم علبه انا انولدت في سنه الهدامه كان الغرقه يعني إيه الاوليه أيه. أمي تقول كنت أنتي بتشغرق تقول البيت كله غرق الله. وبعدين بالسابع تقول جيراننا كل يوم واحدة تجيب غوري حليب الله. علشان يدتي تطبخ الحليب وتصفيه وتسقيني منه من حليب الغنم يعني ولدتي مو كاملة بعدين إيه ماكو مستشفى ولا أكو طبيب ولا أكو شيء الحين وهي تعال طمش اي والله اكو هالحريم الله والخدم اي والله والحشم وين الحين قبل؟ الحين اي والله ماكو اول ولا شيء شوف مع انه يعني لا كهرباء لا ماء يعني ولا بس لكن يذكرون عيشتهم الاوليه يقول ان طيبه الناس ما نشتري حق الشرب بس كله ماي البير كله ماي حق غسال الهدوم معين سبحان الله بيتنا احنا يدي اللي حفر البير في وسط الحوش والحوش كله نخل زارع من العراق جاي برحي اكيد حلاوي ابراهيم اي إيه. شغل عدل سعمران كله إيه. والبير احنا بيتنا وحوشنا ما يكون شلون يطلع الزرع لا انا خلينا نقول عن الماي اليوم حفر البير إيه. طلع يمكن مترين او ثلاثه صح انا قريب على البحر اي وماي حلو ماي حلو شفت ماي صليبي إيه. نفس ماي صليبي زين هذا ينشرب حق البحريه إيه. هذا إيه. يعني كان هذا يعني روعه يعني مرتاحين اهلي إيه. منه كنت تشوفين الحريم وهم رايحين حاطين لبقش على رؤوسهم يد امي يغسلون, يغسلون على البحر امي يتجمعون ما تروح بروحها انا غسلت ايدهم بنتي على البحر ما يروحون بروحهم يتجمعون ها يتجمعون اثنين ثلاث اربع إيه؟ ولا بروح ليا البلا من الماي بعد إيه؟ من البصره إيه؟ من العشار اي نعم خالاتي امي يروحون يودون كل تنكاتهم اي قوار الزيله هذه يحطون الزيله اي وعقال هذا عقال يسمونه إيه؟ شمبره ايه هي هذه مو عقال إيه؟ بس يسمونها عيايز اول شمبره وتحط القوطي فوق تحط على راسه والقوطي فوق إيه؟ تمشي ولا يتكتت ولا شيء تمشي لا ولا يطيح ولا ينقط هذا يشوفونهم رايحين رادين ما إيه؟ شاء الله باليوم قول اذا البلم ايه تعرفون حزته تعرفون المايه لا مو بعد نعرف حزته كابتن مال البوم ناخذه ناخذه ايه هو نعرفه اسد البلوشي ابو إيه؟ يعقوب اسد البلوشي إيه؟ من جماعه يعني مو من اهلنا إيه؟ بس معرفه وايد ويانا إيه؟ كويتي إيه؟ من يوصل للبوم إيه؟ يطرش واحد من البحره اللي ويا البحاره إيه؟ يقول روح قول حق بيت فلان 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 احنا وصلنا الله اي قبل لا يصير الماي وايد خابط إيه؟ اوله زين شلون تحطون الماي؟ إيه؟ لان الماي يزعبونه صح بالاهم يصب فيه إيه؟ يزعبونه قاعدين على تانكي الماي إيه؟ يزعبونه يصبون فيه صح يمكن بعدين ينزل الطين اللي فيه إيه؟ تحت إيه؟ اول اللي ياخذ اول شيء هو إيه؟ الماي زين يقول تعالوا يعني اخذوا إيه؟ يعني على قدر اللي يقدرون عليه يتعبون إيه؟ بعد البوم بعيد واقف احنا بيتنا بعيد عن البحر إيه؟ البوم وين يوقف؟ عند قهوة ملا عباس. ايه. هني. عرفت اسم ملا عباس؟ ايه. قهوة ملا عباس. على البحر. على البحر. صح. قبال. ايه. بيت يوسف شيرين. ايه. بيت شيرين. ايه وبالنسبة حق الحريم يغسلون الهدوم لهم وقت. يروحون يضحى يروحون. سحبة جرة الماية. ايه ما يروحون ايه. يعرفون اي وقت يروحون. وبعدين يروحون ما شاء الله البيوت كلها مطرفة مبطلة. الحب والبرمه بالدهريز بالدهريز هذول اللي تعطش إيه؟ اي بيت إيه؟ تشرب وين ما بيت عندهم سدره زارعينها بالحوش إيه؟ البرمه تحتها الله انا يدتي زارعه برمه اقول برمه إيه؟ زارعه سدره إيه؟ والسدره كبرت والبرشه تحت السدره بعد إيه؟ برشه الماء والبرمه وحب
حب كبير. حاطة برمة صغير حق اليهال وحب الكبير حق الكبار. عشان اليهال من يغرفون لا يلعبون في الماي. لا يخبطه. كانت يدتي وايد حريصة. حريصة الماي شحيح مو مثل الحين الحمد لله. فوق آخر جمل مل. الغطوة العدلة. والمغراف. إيه. ها ولا الملة ولا الجدح هذا الأسود بعضهم. ولا قلاص على البرمة قلاص عليه فيها عروة يدتي كانت تقول له روحوا يلا شوفوا. الله يبارك فيك جزاك الله خير على ما قدمتي. إن شاء الله نبي نتكلم بعدين دشتنا البيت نوصف البيت الكويتي بالحلقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك جزاك الله خير ما قصرتي. أعزائي المشاهدين نشكر الوالدة الكريمة أم حسين بيرمي بيبي عباس فرمن على ما قدمت لنا وإن شاء الله عسى الله يطول بعمرها وتعطينا أكثر وأكثر وإن شاء الله نتقي وياكم حلقات أخرى من برنامجكم الدهريز وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.